أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع على انخفاض نسبته 0.45% مقفلا عند مستوى 1535 نقطة. وقد ساهم قطاع البنوك التجارية في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية بأكثر من 66%. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم والسندات المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 5,419,000 سهم وسند، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت 1,010,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 124 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 17 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. أكد اقتصاديون لصحيفة الوطن بأن مملكة البحرين لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي في شتى المجالات نظرا للإنجازات والخطوات التي اتبعتها خلال السنوات الماضية. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر أكبري أن مملكة البحرين تعمل الآن على الالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 التي تحسن المملكة اقتصاديا. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن الركود الاقتصادي حول العالم لن يؤثر على القطاع المصرفي في المملكة، وأن ميزانيات البنوك تشهد انتعاشا وارتفاعا في سقف الأرباح، مؤكدا بأن اقتصاد المملكة يصعد إلى الأعلى والقطاع البنكي يسير إلى الأفضل، فيما سيؤثر الركود الاقتصادي على دول معينة بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين، فضلا عن النمو في أوروبا والذي انعكس سلبا عليها. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. ارتفع حجم مشاريع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 18.85 مليار دولار، حيث تستحوذ دبي على 82.6% منها. وجاء ذلك وفق أحدث تقارير لمؤسسة بي أن سي لبيانات مشاريع البناء. وأوضح التقرير الذي نشرته المؤسسة أن غالبية مشاريع البناء الجديدة تتركز في دبي، وتبلغ قيمة المشاريع في الإمارة ما يقرب من 15.62 مليار دولار. وعلى صعيد آخر تغطي مشاريع البناء الجديدة قطاعات تشمل الضيافة والفنادق والترفيه والعقارات السكنية. أعلن البنك المركزي اليمني استئناف نشاطه في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد بعد نهاية إجازة عيد الأضحى يوم الأحد القادم، ويأتي ذلك بعد أخبار تنقلتها وسائل إعلام أشارت إلى نقل المقر الرئيسي للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي اليمن بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة. وقال البنك المركزي اليمني في بلاغ صحفي أن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد. أظهرت بيانات حكومية أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار تونسي، بما يعادل 96 يوما من الواردات لأول مرة منذ نحو عامين. ويأتي ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة وفتح مكاتب صرف للعملة الأجنبية هذا العام. وأظهرت بيانات للبنك المركزي أنه في نفس الفترة من العام الماضي كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليار دينار.
مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. تايلاند تخطط لإطلاق حزمة حوافز لدعم الاقتصاد بقيمة 10 مليارات دولار. أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة، وقال ترامب في تصريحات صحفية أنه يعتقد بأنهم سيجرون مناقشة جيدة جدا مع الصين، وأن الصين تريد بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا. وأردف متحدثا عن الحرب التجارية أنه لديه شعور بأنها ستكون قصيرة نوعا ما. وقال ترامب أنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وفي سياق آخر، قال ترامب أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحركان بسرعة نحو اتفاقية للتجارة ستكون رائعة وكبيرة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال وزير المالية التايلاندي إن بلاده تخطط لإطلاق حزمة حوافز بقيمة 10 مليارات دولار ستتضمن دعما للمزارعين وقطاع السياحة في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ للبلاد. ونما ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 2.8% في الربع الأول، وهي أضعف وتيرة سنوية له منذ أكثر من 4 سنوات، وذلك مع تراجع الصادرات التي تشكل محركا رئيسيا للنمو، وفي ظل توتر تجارية وأداء قوي للعملة الوطنية البات.